السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. بأي دقيقة تقدرون تتصلون، اللي ما يقدر يتصل يقدر يكتب لنا رسالة على الرقم اللي بصفة إشارة الواتساب حتى نسمع آراءكم باللي راح نعرضه، أو إذا عندكم شيء تردون تحجوه الهواء لكم. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفاتنا، وأول ملف ويانا هو ملف اللغط الشعبي اللي صار ورا ما شفنا كلنا جورج قرداحي وكلامه ويا رئيس حكومة الإطار محمد الشياع السوداني، بحيث أنه أعربوا العراقيين اليوم عن استغرابهم من كلام الإعلامي اللبناني الوزير السابق جورج قرداحي اللي وجهها لرئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشياع السوداني بمؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي، لما حكى بالنيابة عن كل العراقيين بأن العراقيين كلهم وكل العالم شعروا بالإنجازات اللي تحققت على يد حكومة السوداني. فيا ترى عن أي إنجازات دا يحكي؟ ويا ترى جورج قرداحي بأي حق يتكلم عن لسان أكثر من 40 مليون عراقي؟ وشنو هو المنجز اللي قاعد يتكلم عنه جورج قرداحي؟ اللي دا نحكي عنه هو هذا اللقاء، تعالوا سمعوا. أن أتقاسم مع دولتك هذه المنصة، اسمح لي بداية يعني أن أهنئك، أهنئك على إنجاز عظيم حضرتك وحكومتك، إنجاز تحقق هيك دون أن ندري، تحقق شعر به كل الناس في العراق وفي الخارج، وهو إعادة الثقة إلى طريقة الحكم، إلى الدولة في العراق. تعرفون النازحين رجعوا، المدارس ما شاء الله احنا رقم واحد بالعالم، الجامعات العراقية معتمدة في كل دول العالم وما عدنا بها أي فساد. تعرفون المواطن العراقي قاعد ببيته ويشيل التليفون والجواز يوصل له ركض، وتعرفون المواطن العراقي لما يشتري سيارة وهو بالبيت تجي السنوية، وتعرفون المواطن العراقي وهو قاعد بالبيت يفتح المي يجي مي بارد ثلج زلال بس يشرب، ما يحتاج اصلا يحطها بالثلاجة، وتعرفون الكهرباء كل بيت يصدر للبيت اللي بصفه لانه الكهرباء بالعراق عبرت كل المواصيل. فيا ترى جورج قرداحي لما طلع وقال له انت عدت الثقة، يا ثقة، ثقة والنازحين بالمخيمات، ثقة والابرياء بالسجون، ثقة والكهرباء ماكو، ثقة والخدمات ماكو، ثقة تمطر الدنيا بغداد وباقي المحافظات تغرق، ثقة، اي ثقة دا يحكي عليها؟ قضى على الفساد، قضى على المحسوبية، قضى على المحاصصة، قضى على المشاكل اللي دا تصير بالعراق، انهى قضية المخبر السري مثلا، نطق مثلا عفو عام يابا عن الابرياء العالم قامت تحكي. فهذا اللي طلع به جورج قرداحي ويقول له انتم اصحاب منجز ما شاء الله، منجز باعداد المعتقلين داخل السجون، ومنجز اخر لهم همينه باعداد المتعاطين للمخدرات اللي هم يدخلوها. ولسبب الناس غردت على هذا الموضوع وجبنا لكم بعض التغريدات. ناجي حرج يقول جورج قرداحي ينصب نفسه ناطقا باسم الشعب العراقي ممتدحا رئيس الوزراء بادعاء ان حكومته قد حققت انجازا عظيما تمثل باستعاده ثقه الشعب العراقي والخارج بطريقه الحكم في العراق. فهل سيربح المليون؟ مجاهد الطائي: قرداحي يهنئ السوداني بإنجازه العظيم الذي شعر به كل الناس في داخل وخارج العراق، ألا وهو إعادة الثقة إلى طريقة الحكم، إلى الدولة. من منكم شعر بالدولة أو بالغثيان خلال هذه الفترة؟ علي الأنصاري: هل نصدق رئيس الجمهورية السابق برهم صالح الذي كان مشارك في جميع الحكومات ويعرف دهاليز النظام السياسي بعد 2003 والذي وصفه بنظام اللصوص وأنه وصل إلى نهايته؟ أم نصدق جورج قرداحي اللبناني الذي لا يفقه في السياسة العراقية شيء وكان أفشل وزير في لبنان كونه تسبب بقطيعة بين بلده والسعودية؟
وحسام الحاج يقول: السيد جورج قرداحي، التطبيل لا يليق بك، لكن إن كنت ضحية للتطبيل الممنهج لحكومة السودان ألتمس لك العذر. عزيزي قرداحي، الحكومة لم تفعل أي شيء يستحق الثناء والشكر، وما تراه هو ليس سوى أن السلاح الذي كان يقوض الأمن والاستقرار ويستهدف البعثات الدبلوماسية عاد إلى المشاجب في صفقة حكم. فكانت هاي بعض التغريدات على ما قاله جورج قرداحي لما نوجه كلامه إلى محمد الشياع السوداني رئيس حكومة الإطار التنسيقي الموالية لإيران. صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفن، رحب بكم وقناتكم الكريمة. طبعا هذا الإعلامي هذا يعني مدفوع الثمن، وإحنا على واقع الأرض يعني من نشوف إحنا الملفات الفساد والبطالة والعطالة والقتل الممنهج، وبالذات في الفترة الأخيرة ملف الأمني لديالة، شوف الاغتيالات، عوائل كاملة نساء وأطفال تم اغتيالهم على إيد ميليشيا الحشد. يعني بأي مجال في مؤسسات الدولة السوداني فاشل، لأن اللي قبله خلفوا له مخلفات كبيرة جدا، ملفات فساد كبيرة جدا، لا القضاء نزيه، لا البرلمان إلى دوره، لا حتى رئاسة الوزراء ما أخذ دورها الحقيقي، لأن اللي موجود على كرسي الحكم هو حزب دعوة وعنده أجندات تابعة لإيراني نبذوها بالعراق، مثل ما الشعب اللبناني الشقيق أسير لدى نصر الله. وشوف احنا المآسي اللي جورج قرداحي أحد أسباب المآسي اللي يمر بها الشعب اللبناني، التصريحات الطائفية اللي ينتقد بها حكومات الخليج، وشفنا العواقب أن التجار أو الدول الخليج سحبت إيديها من الدعم للبنان، وشفنا وين وصل البلاد. هسه حاليا جاي يطبل للسوداني، والسوداني صار له 7 أشهر ما عندهم اي انجاز يذكر، لا نجح مجال الطاقه، لا وزاره الصناعه المعطله بالكامل، وزاره الزراعه يروح يلتقي الفلاحين وهو يعرف اسباب النجاح الزراعه هو المياه اللي قطعت من قبل ايران، ما قدر يحكي ويا ايران ويحاسبها في سبيل يصير دعم للفلاح من قبل المياه اولا بالدرجه الاساسيه، وبعدين دعم مادي وبذور وغيرها ومواد كيميائية للإنتاج الزراعي. ما نعم. بدأ بهيج مراحل، راح مجرد قبل على الفلاح والتقى بيهم وكلام مثل هذا اللي جذرية عدس لأحد نساء العراق. فهذولي ما عندهم بناء دولة في سبيل مخطط يخططوها وينجحون. نعم. الدولة مالتهم دولة ميليشيات وفاشلة بكل الوزارات بامتياز. نعم. والدليل احنا نعرف السوداني ما قام بأي شيء مفروض به، السعف العام، المخيمات، الاغتيالات اللي الكواتم اللي يقومون بيها بالناطرية وبالبصرة وبالنجف وبالديالة وحزام بغداد، من يقوم بيها؟ يعرفهم. نعم. هم حزب الله والعصائب وسرايا السلام. نعم. فما يقدر يتهجم ويلجم هذا السلاح المنفلت اللي مأثر على إدارة الدولة. نعم 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 نعم. شكرا شكرا لك أخ صباح. نور من الأنبار، حياك الله أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء نشكر قناتكم وشكر برنامجكم هذا. نعم. ونحييكم ونحيي كل الكادر قناتكم. حياك الله أختي. أستاذ أنا دا أتكلم عن بخصوص العشر الأوائل. أي موجودين يانا. نعم. بالحلقة تفضلي. أستاذ يعني إحنا يعني نطالب بتعديل هذا القانون. يعني إحنا في مظلومة، يعني ما عندنا يعني ما عندنا حقوقنا مو موجودة يمنا. نعم. حقوقنا يعني ما نعطينا إياها. يعني احنا يعني فئه جاهدنا ودراسنا وتعبنا مو حتى يعني نقضيها انه نداوم مجاني نحاضر مجاني وما اعرف شنو. نعم. لا احنا يعني تعبنا هذا تعب حتى نريد نحصل ثمره جهدنا يعني. نعم نعم محكم يعني نجني ثمره الجهد مالتنا. نعم يعني واكثرنا يعني يوصل هاي المرحله بظروف وبتعب ومشقه، مو بالحين وصلنا لهاي الدرجه، فيعني لازم يعني ينطونا يعني حق جهدنا، يعني لازم. نعم. ناخذ احنا حق جهدنا. نعم. يعني والله احنا ناشد جميع النواب من خلال قناتكم الكريمه، ناشد جميع النواب انه يعني يعدلون هذا القانون. تمام. ست نور شكرا لك، وبدايه اذا تسمعيني ما يحتاج تبررون اللي انتم تسووه، حقكم بكل معنى الكلمه، حق الطالب الخريج خصوصا العشر الاوائل على الدوله انه تهتم به، لانه خصوصا بالعراق اللي بيئه التعليميه بيه سيئه، بوقت العراق اللي بيه لا مناهج ولا تعليم جيد ولا اكو وزاره مهتمه بهذا الموضوع، دا ينجحون طلاب ودا يطلعون من العشر الاوائل، فلازم اكو اهتمام
فإن شاء الله كلمتك وصلت، وظل متابع الحلقة لأن قضيتكم موجودة ويانا بحلقة اليوم. أبو عبد اللطيف من صلاح الدين حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو ألو، تفضل. ألو ألو حبيبي، تفضل. أبو عبد اللطيف تسمعني؟ يبدو أنه انقطع الاتصال يا أبو عبد اللطيف. شكرا جزيلا لك. أمجد من صلاح الدين حياك الله. شلونك يا أستاذ؟ هلا بيك يا الغالي. أستاذ، بس على مود قانون مال 67 مال إنصاف العشرة نوايا. نعم. إي والله أستاذ، يعني إحنا تعبنا واجتهدنا وهاي السنوات 4 سنوات، وأنا طلع معدل بالأربع متراكم، طلع معدل امتياز. نعم. معدل 91. نعم. وتسجل إرادة حق قسم. نعم. استاذ، واحنا قصونا يعني من هذا القانون عينا بس كاف الاموال، واحنا فقينا من تسجيل 4 تسجيل 10، يعني ما عشنا فيه شيء لحد الان. نعم. احنا نطالب استاذ، نطالب الدوله، نطالب النواب ان ينظرون بامرنا. نعم 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 نعم. اي والله استاذ، بارك الله فيك. تؤمر 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 يا امجد. مشاهدينا الكرام، قضية 10 الأوائل موجودين، وهذا حقهم على الدولة مثل ما قلت، وعلى أي حكومة تحكم البلد، وبكل العالم لازم أكو تكريم للجهود اللي تنبذل. بقضية جورج قرداحي وكلامه إلى محمد الشيع السوداني، راح أوجه له رسالة إله بالتحديد. جورج قرداحي إذا توصل هاي الكلمة، أعتذر من الشعب اللبناني، لكن هم أخوتنا وأشقائنا باللغة وبالدين وبالبلد وبالمنطقة. يعني إذا أنت تنظر للإنجاز وتنظر إلى حالكم أنه أنتوا عشتوا في حرب أهلية دامت أكثر من 10 سنوات وتعبتوا من أدها وبذلتوا جهد يلا خلصتوا من أدها، وتنظر إلى إنجازهم أنه إحنا عايشين بحرب أهلية صار لنا من الاحتلال اليوم، فعبرنا المسافة وصارت حربكم الأهلية مو أطول حرب أهلية بالمنطقة، فيمكن هذا الإنجاز اللي أنت حضرتك تكلمت عليه. أما أي إنجاز بداخل العراق ما شعروا العراقيين نهائيا. وبالنظر إلى إنجازات الحكومة اللي حكى عنها قرداحي، عندنا عراقيين دا يشكون من ارتفاع سعر الخبز بالمخابز والأفران العراقية، واللي زاد سعره للخبز والصمون بسبب ارتفاع سعر الدولار، لأنه ماكو رقابة على المخابز ولا على أسعار بيع الخبز. بهالفيديو اللي راح تشوفوه، عندنا ناشط من البصرة ينتقد ارتفاع سعر الخبز بالمخابز العراقية ويطالب أن يتم وضع حد لهذا الشيء. خلونا نشوف سوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الحكومة المحلية والقوات الأمنية والمعنيين بالأسعار. طبعاً المخابز جاي تجرم بالمواطنين. 4 خبزات بلب و5 خبزات بلب، وهذا الخبز اللي يأخذونه غير صالح للاستهلاك البشري. من كان كيس الطحين ب50 طلعنا وناشدنا لكم وقلنا يا عالم يا حكومة، اعطوهم غاز واعطوهم طحين مدعوم حتى يقدرون يبيعون ويستفادون، باعتبارهم ناس طبقة فقيرة وجو حارية مو مريدهم يستفادون. بس مال الدولار يصير 140 وتشيس الطحين من 50 ينزل إلى 25 إلى 21، وانت تشلب تبيع 4 بلف 5 بلف، هاي مرفوضة. لأن هذا الخبز جاي تخبزونه، لو أكو وزارة الصحة حقيقية وأكو إدارة حقيقية بالبصرة تفحص الطحين قبل لا تخبزونه، والله لا أنت ولا مية مثلك يقدر يبيع له خبز. لأن هذا الخبز كله جاي تخبزونه، كله طحين مقمر وكله معفن، والعتاقه جاي تبيع لكم انتم تاخذون من عندهم شيء 5000 10000. خبز من طحين مقمل حلو. اما بالنجف فاكيد اللي موجود بالمرصاد هناك هو الناشط ابو زين العابدين، اللي همينا نشرنا له هوايه وانتقد هوايه، وعند انتقاد هنا هو بقاء سعر الخبز عالي وغالي بالمخابز على الرغم من عودة انخفاض أسعار مادة الطحين وراء ما استقر سعر صرف الدولار. خلونا نشوف. في جميع محافظات العراق كان 45 و50 ألف الكيس الطحين، الآن ب20 و23، وأفضل نوعية بالسوق ب25. ليش ما نزل سعر الخبز؟ ليش 6 ألف؟ هسه من صار ب20 و25 و23، هم ما نظل ب6 ألف، وصل 45 و50 و53 تشيس وهمين ب6 ألف.
السبب بالحكومة لو سبب بينا، السبب ببعض الخبابيز اللي جشع وطمع ومخافة رب العالمين. حتى الخبز زغرة وستة بلف عم الناس ما عدها دار الناس. نتمنى السلامة للناشط أبو زين العابدين، لأنه اعتقلت القوات الأمنية اليوم بدعوة قضائية جت وراء ما كشف هواية من ملفات الفساد بمحافظة النجف وباقي المحافظات المحيطة بالنجف واللي طلعنا من عدهن هواي. فنتمنى له السلامة ويرود سالم إن شاء الله إلى أهله وناسه. أصحاب المخابز كانت لهم كلمة، كلمة لما نتجمعوا عدد من أصحاب الأفران والمخابز بالديوانية بمحافظة القادسية واللي اعترضوا بتجمعهم على الإجراءات اللي اتخذها بحقهم الأمن الاقتصادي، وأكدوا أنه سعر الطحين بعد غالي مو مثل ما جاي ينحكي أنه رخص بالسوق العراقية. خلونا نشوف وقفتهم. احنا أبناء الديوانية، مخابز الديوانية كلهم هنا سوينا أضراب بسبب الأمن الاقتصادي. الأمن الاقتصادي جاي يحجزنا لأنه جاي نبيع 6 بلف. اليوم صار عندنا مظاهرة وعزلنا سوينا أضراب، التقينا بسيد علي معاون المحافظ ومعاون محافظ قال أوقف إجراءات الأمن الاقتصادي وأنتم بصدوا منا لما نشوف لكم صورة حل. فعليه باكر إن شاء الله المخابز كلها راح تفصل منا لما المحافظة والسيد المحافظ يشوف لنا صورة حل. إن المخابز يدعون الطحين، يدعون الطحين نازل، الطحين النازل الأسمر، وإحنا الأسمر نستلمه من العوائل، نستلمه من العوائل نهزه نص بنص ونبيعه 27 الطحين ب27 يقولون ب20 طبعا هاي بيجات ما نعرف احنا منين، والطحين الصفر نشتري الطحين اكو ب39 واكو ب41 اذا صار 7000 8000 ما نقدر نبسط، احنا ما نقدر نبسط ونعزل كل المخابز هاي العزل. وراء هذا الفيديو والفيديوهات اللي قبلها الناس علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من فيسبوك حسين هلال يقول صبر جميل والله المستعان، حتى الموظف صار عاجز عن شراء الطحين، كيف الفقير اللي كسب اليومي يومية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مهدي الفتلاوي أخي لو أكو دولة حاسبهم كان ما باعوا بهش سعر، والضمير والإنسانية والإسلام هذولا ما يعرفونهن. وكرار العيساوي اي والله عاشت ايدك على هذا الكلام، والمفروض اكو رقابه مثل الرقابه على المواد الغذائيه والاكسباير. علاء العيساوي من امن العقاب صعد اسعار الخبز على العالم، مختصر مفيد. وكانت هاي تعليقات الناس حول قضيه ارتفاع اسعار الخبز بالمخابز العراقيه، وشفنا بعض الفيديوهات من بعض المحافظات العراقيه. وهذا المنجز اللي نحب نوصله الى السيد جورج قرداح. محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رافدين البطلة حياك، كل شريف عراقي من العراق من الجنوب إلى الغرب حياتي لكم والكادر عمر. أنت هذا الصحفي يحمد بأخونا بالله هو سوى السوداني رحمة الواجه سودانة سواها مجازر هسه بالبطلة اليوم مفجرينهم جامع بالبطلة كاتلي مفجرينهم حارقين وبايقين أموال. وين السودان يسوي؟ خبطنا جار دمك كم فلس هو أمال طال ميراني هذا حشاك السافد سوى بالعراق، هو سووا دمروا العراق عمي دوميهم خير طلعوا المساجين قاعدين كم رجعوا النازحين. والله السودان سوي سوى السودان هم لا. دمروا العراق من 2003 حد العراق زراعة ماكو وردة ينزل على وردة جبوه بالسجن يطلع طالب بحقه جبوه بالسجن. يا دولة هاي دولة الإرهاب، عند دولة إرهاب هاي ليس دولة، دولة كفيلك الله كلهم ولاهم لإيران ليس للعراق ولا غيرة ما عندهم. هذا من 88 الحرب العراقية الإيرانية هذا هذا حشاك الساكن يقول احنا قاتل العدو، العراق مو عدو. خسى يا وين خسى شارب حشاك الخلفه. احييك وحي قناة الرافدين. شكرا لك ابو عبد اللطيف من صلاح الدين رجع لنا مرة ثانية حياك الله. أبو عبد اللطيف. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ تحياتي لك والكادر. حياك الله أخويا. أستاذ بلا زحمة إحنا عندنا يعني مناشدة يعني العالم هسه هي برا العراق وقاعد تسولف يعني تقول على وضع العراق يعني مثل جورج وما أعرف شنو. نعم. إيه يعني هسه هو جورج برا قاعد يسولف ما يعرف شنو بالداخل، ما يعرف شنو بالداخل بالعراق.
أبو عبد اللطيف حبيب قلبي، يعني يبقى هو عراقي أخوك بالبلد، هاي رقم واحد، وأكيد عنده أهل وقرائب وناس ينقلوا له، فمثل ما حضرتك عندك رأي، هو من حضرته عنده رأي، والرأي مكفول بهذا البرنامج إلك وإله. عايشين بظلم، احنا عايشين بإهانة، احنا عايشين بحكومة إيرانية. نعم. احنا تعبانين، احنا العالم برا عايش مرتاح وسولف على وضع العراق. انت لا. تعرف شنو، انت بس اسمعني استاذ اسمعني اذا ما كنت زحمة. وياك. انت تعرف نص شباب، اسمع هذا الخطاب القوي، اسمع الحق، نص شباب السنة راحت بسبب تهمة داعش، ونص شباب الشيعة راحت بتهمة مخدرات، فهم سووها ألفوها على الشعب العراقي، تعرف له لا؟ نعم. تعرف هذا الشيء قاعد يصير له لا؟ نعم أخويا نعم. يعني هذا الشيء يعني مبين، يعني هو شنو هو؟ أنت رئيس وزراء طلعت على التلفزيون تقول أرى أسوي ب 132، أنت كلامك ما مشى، أنت كلامك ما حد طبقه، أنت كلامك ما حد أخذه بالسوق، خلاص أنت هاي يعني هاي بين فاشلة، بين عتمة فاشلة. نعم. وتحياتي لكم. شكرا لك أبو عبد اللطيف. نور من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء تحياتنا لكم، شكرا جزيلا. حياك الله أختي. حياك الله. احنا من مؤسسيات واسط، محافظة واسط، العشرة الأوائل، الخريجين العشرة الأوائل. نعم. طبعا في سابق السنين كان أكو قانون ساري اللي هو تعيين العشرة الأوائل جميعا من الأول لحد الطالب العاشر. نعم. من بعد سنوات صارت أزمة بالبلاد، فاقتصر القانون على الثلاثة الأوائل فقط. معلوم، واضح، معلوم هذا القانون. بعد هسه يعني تعدلت الاحوال والميزانيه، احنا بنطالب العشر الاوائل من تسلسل اربعه الى عشره بتعديل القانون. نعم. فقط تعديل القانون. نعم نعم نعم. يعني من خلال برنامجكم قريب صوتنا يوصل، لان احنا اجتهدنا. وصل وصل يا نور، والقانون معروف، والناس تعرف انه قضيه العشرة الاوائل عليهم ظلم، لانه بعد دمج الدوامين الصباحي والمسائي كذلك قاموا ياخذون من الاول للثالث فقط، فاكو هوايه ناس انظلمت بهذا التعديل ويطالبون باعاده القانون القديم او اعطاء الحق الى العشرة الاوائل. نعم اختي. شكرا الى نور. انجازات، احنا مو بدنا نحكي على الانجازات الحكوميه، تعالوا شوفوا هذا الانجاز. عندنا مواطن عراقي دا ينتقد تأخر طائرة الخطوط الجوية العراقية برحلتها اللي المفروض تطير من تركيا وتتوجه إلى بغداد، ويوضح لكم بالفيديو اللي راح تشوفوه اللي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لوحة الطيران اللي موجودة على بالمطار وعليها كل الأوقات، واللي جاي تشتغل تمام التمام وما بها أي مشكلة، بس أكو مشكلة واحدة بس، وهي أنه باللوحة نلقى الطائرة المتوجهة إلى بغداد مكتوب قدامها تأخرت. تعالوا نشوف. شوف، من دون أمة محمد هذا البوردينج، المنصة مال الطيران اللي بيها أوقات الرحلات، شو وقت تجي وشو وقت تروح وإلى آخره، كله مفتوح، بقى هذا ساعة أربعة أو ساعة ثلاثة كله مفتوح، إلا الخطوط الجوية العراقية. كيف رئيس الوزراء العظيم رايح مفتتح خطيه سودة عليه، رايح مفتتح المنصة هاي بغداد، إيش مكتوب تأخرت. هسه ساعة بيش الطيارة المفروض تطير وحدة إلا ربع، بس ساعة بيش هاي ساعة 12 راح تصير والطيارة ماكو، مكتوب تأخرت بغداد من دون أمة محمد. باو أمة محمد، هاي أمة محمد كلها وأمة العالم، مو بس محمد، كلها مفتوحة بالمنصة إلا بغداد. خبرنا على بغداد سلطة الطيران المدني، قالوا الطيارة تأخر، طار من بغداد 10:30 بحيث توصلكم الطيارة بالثنتين، فاحتمال ترجعون بثلاثة أو أربعة. كيفهم يعني، كيفهم طز بالأوقات وطز بكل شيء. الطيارة تأخر، حلو، وطارت من بغداد متأخرة، وانتوا راح تتأخرون تقريبا من الوحدة للربع للأربعة. شنو الموضوع؟ خطوط جوية عراقية، حتى المصلحة المواصلات الباصات ما النقل بين المناطق ما يصير بها هيش تأخير ساعة أو ساعتين أو ثلاثة. بس تعرفون، تذكرون قبل هم أن نشر فيديو مال ينتظرون الطيارة تقبط
يلا الطير. هنا لا عندنا مهزلة الأخ من مهازل شركة الخطوط الجوية العراقية اللي تأسست باربعينيات القرن الماضي. عندنا ركاب بداخل طيارة تابعة إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية تقل مسافرين من مدينة كركوك بمحافظة التأميم إلى إسطنبول التركية، لكن الطيارة عاطلة ولها السبب والساعات طويلة، انحبسوا الركاب بالطيارة بحيث الركاب فقدوا صبرهم، صارت مشاكل هواية. ليش؟ أنا أقول لكم ليش، لأنه هم همين حصلوا نفس الجواب، انتظروا وابقوا قاعدين لأن الطيارة جاي يصلحوها. تعالوا نشوف. بس أنا ما شفت واحد من الركاب سأله حبيب أنا وشك عندك سكول سبانة تريد لقمة 13-14-17 سبانة تريد أنزل أفك واشد وياك. شنو الموضوع طيارة عطلت والناس راكبة بيها؟ وشن هالطيارة اللي أنتوا خليها تطير من دولة إلى دولة وتنصاب بعطل على فجأة؟ وين شركات الصيانة؟ وشلون سامحين الطيارة أكو بيها خلل بعد تعطل؟ نجيب لكم فيتر من الشيخ عمر؟ رفعتوها جاك للطيارة؟ يوم يطلعون والله طقت التاير على المدرج لأن أكو جسم غريب على المدرج مين يجي ما حد يدري. يوم واحد مسافر لأوروبا يلقى روحه بالنجف. يوم واحد طالع من البصرة دا يروح لغير دولة يطير ناصي وينزل ببغداد لأن التبريد عاطل. يوم طيار يطير ويقولهم لا تخافون ترى روحنا وروحكم وحدة احنا عمينا خايفين على نفسنا ونوصل نوصل لا تخافون ما راح يصير شيء بس إذا وقعت الطيارة نموت. شنو الموضوع؟ هاي خطوط جوية لو تاكسي لو باف مال المنطقة. ناس لما شافت هاي الفيديوهات وتعرف المشاكل مال الخطوط الجوية هواية فقامت تتعلق على هذا الموضوع. وأول تعليق كان فيسبوك أبو مهند الشمر يقول غير عبالهم خط مال كيات بكيفهم. والله أتذكر قبل كانت مصلحة نقل الركاب بالوقت المحدد توصل إلى كل محطة والناس تعرف شو وقت توصلهم. وأحمد الدليم يقول أخويا 70% من كادر الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية تقريبا ما موجودين حاليا، أقصد القديم منهم، وجابوا لك ناس ما لها علاقة بالشغلة فشي طبيعي باللي دا يصير. ورنا وليد يقول مو زين تأخرت مرة قالوا عطلت وصلحوها نفسها طرنا بيها الله سترنا ووصلنا بسلام وبعد أبد ما حجزت على العراقية. هاي واحدة من المصايب اللي دا يسووها والإنجازات هسه نحكي بيها. وزهير هادي العبد عبدل يقول هاي نتيجة حكم الأحزاب ترشح ناس للمناصب هم لا يفقهون قولا ولا أصحاب خبرة وبعضهم شهاداتهم عكس مجال عملهم والنتيجة ظهرت مطار مهمل لا نظافة لا مواعيد مضبوطة ولا وجبات طعمها جيد أو طعمها جيدة. و بالنسبة إلى مدير المطار أنا قريت أو سمعت أنه خريج بيطرة. أكو فقرة كل دول العالم عندها شركة تابعة إلى الدولة والعراق المفروض الخطوط الجوية العراقية هي اللي تمثله. كل دول العالم تهتم بهاي الشركة وتهتم أنه تجيب ناس تركب على طيرانها حتى تجيب وارد إلا بالعراق. وشفت بواحدة من التعليقات تقول إحنا صارت بينا مرة وبعد أبد ما فكرت أحجز عليها. فإحنا من الإنجازات أنه نبعد الناس يحجزون على الخطوط الجوية العراقية. سمعت جورج قرداحي عمر من نينوى حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي العزيز أنا طالب من الأوائل في عشر من الأوائل العشرة. نعم. التسلسل من الرابع للعاشر عندي مناشدة أريد أوصلها قناتكم الفضيلة. نعم.
تسلسلات قانون 67 حاليا. نعم. كان يقتصر على تعيين العشر الأوائل قبل عام 2017. أما حاليا بعد التعديل الثلاثة الأوائل. نعم معروف. ثلاثة الأوائل. نعم. حاليا نحن نطالب الحكومة وطالبنا السيد مزاحم الخياط أنه التعديل يصير على قانون 67. لا أنتوا يعني تطالبون تعديل جديد لو يعيدون القانون القديم أنه يشيلون التعديل اللي هم سووه. أريد التعديل الجديد أنه يشيلون التعديل القديم اللي صار بعام 2017. العودة بالعمل إلى القانون القديم. نعم بالضبط. نعم. لأن حاليا من التعيينات على ثلاثة الأوائل إحنا أريد التعيينات يشمل العشر الأوائل كلها. نعم 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 نعم. ونفس ما تفضلت قبل شوية أخوي العزيز على مدى الطيارة اللي صارت. نعم. هاي لأن ما في جهود وما في تعيينات للرجل المناسب في المكان المناسب. نعم صح لو لا أخوي العزيز. نعم. إحنا إذا العشرة الأوائل قاعدين بالبيوت وما متعينين منو راح يعينون بمكانهم؟ اللي ما عنده شهادة. إحنا نطالب السيد محمد رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي. نعم. إنه يعدل هذا القانون بتعديل وتعيين العشرة الأوائل. نعم نعم وصل 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 يا عمر. شكرا شكرا لك. أحمد أيضا من محافظة نينوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سال العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. بيك رحمة الله عليك. سال العزيز قبل شوية الولد خابرك هم في عندنا في مناشدة احنا هذا جماعة مظلومين يعني. قبل 2017 كانوا عشر القانون 67 ينشمل من الأول لحد التسلسل العاشر يعني التعيين مباشر. نعم. نحن حاليا مظلومين نحن هاي أول ثاني ثالث. أيه. انقطع الاتصال يا أحمد. أنا راح أكمل مناشدة أحمد لأن مفهومة. القضية اللي صايرة بالعراق أكو عشرة أوائل كل قسم بكل كلية بكل جامعة بكل مكان أكو عشرة أوائل ينجحون. دول العشرة الأوائل كانت الدولة تعينهم كلهم في مؤسسات الدولة. صار تعديل على القانون. قبل التعديل دمجوا الدوام يعني الصباح والمسائي فقاموا العشرة الأوائل طلعوا عشرة أوائل من الصباح والمسائي فصارت خمسة بخمسة خلينا نقول أو ستة بأربعة. قاموا يعينون بالتعديل ثلاثة بس الأول والثاني والثالث من الرابع للعاشر يمش بوزة ويروح ما له تعيين. فهسه الخريجين الأوائل دا يظاهرون ودا يحجون ودا يطالبون أنه يتم إعادة عمل القانون القديم ويرجعون يعينون العشرة الأوائل كلهم. شكرا لك يا أحمد وإن شاء الله مناشدتك وصلت. قضية البنية التحتية بالعراق مصيبة وبلوة شلون ما تريدون سموها سموها. لهذا اليوم نحكي عن مناشدة من أهالي حي المعلمين بقضاء المسيب بمحافظة بابل بلكت يجيهم واحد من المسؤولين ومحمد شياع السوداني صاحب الإنجازات الكبيرة مثل ما قال عنا جورج قرداحي ويحس بهم ويخلصهم من برك المياه الآسنة والمستنقعات اللي تجمعت بسبب عدم وجود بنية تحتية ومجاري لتصريف المي. تعالوا نشوف هذه القطعة. هذه منطقة خضراء كل أقل مطرة تتحول إلى مستنقع تكرمون الكلاب والبيق والذباب يأذي الناس يأذي الناس. فاللي نطلبه أنه يردموها ويستغلوها يزرعوها منطقة خضراء جميلة. ليش الشكل صايرة صحراء؟ ثانيا نحن عندنا بالجامعة تصير مناسبات. هاي المناسبات نحتاج أنه ولدنا يوقفون سياراتهم ماطوراتهم يخمون سد الشوارع نستغلها. الآن كل شيء ما نقدر نسوي بسبب هذه المياه والمستنقع هذا. هاي على دوام هالشكل هاي أذية لكل المنطقة. أستغلها أسويها حديقة جميلة للمنطقة يقعدون بيها أول مرة أردمها وأنظفها وأسويها حديقة. محافظة بابل بالمسيب. أما محافظة القادسية وتحديدا مركز المحافظة مدينة الديوانية أهالي منطقة المعسكر بالديوانية يعانون من انتشار المستنقعات والزبالة ورا ما غرقت منطقتهم بوقت سابق بسبب مياه الأمطار. ليش؟ لأنه ما عندهم بنية تحتية وما عندهم مجاري وما عندهم شبكات يصرفون المي بيها ويطالبون بتدخل الجهات المعنية. تفرجوا.
المعسكر، هذه البيوتات قريبة من هذا المستنقع. يعني هذه المنطقة ما أدري ما تقوم لها قيامة. يعني المفروض أنا رسالتي لكل الناس الشرفاء دون تحديد اسم حتى ما أشخصن الموضوع، كل من بيفزع لأهله وناسه خلي يعالج هذا الموضوع. هذا كله أوبئة، كله فيروسات. يعني أكو أطفال هنا، أكو ناس سكنة، أكو حيوانات تنقل الفيروس من هنا تروح بهذا الشارع تطلع قبل، لأن الحيوان أخطر من الإنسان بكناقل للعدوى. فعلى العموم شوفوا الأمور، أتمنى تتعالج. هذا الشارع مو بعيدة، مستنقع كامل من هنا المعسكر. شوفوا الأشياء والمخلفات اللي موجودة هنا، بس هذه والله نفايات طابوق. شلون هالثقة استاذ جورج؟ شلون شفتها؟ عالية مو بالله؟ هاي ثقتنا بالحكومة، وهاي المنجزات الحكومية اللي طلعنا لك اياها، وهاي جزء. ولو تتابع حلقاتنا أكثر وأكثر راح تشوف بعد الناس علقت على هذا الموضوع. وسعد الشمر يقول هسه هاي المفروض تصير متنزه مساحه حلوه او تترب، والاطفال ايضا يلتهم بها احسن ما صايره مستنقع لمياه الامطار والكلاب السائبه وانواع الحشرات، وايضا قريبه جدا على جامع الزهراء، المفروض تصير واجهه جميله. ابو عدنان الساعدي، العالم دافعين رسوم وضرائب وامانه فلوس تبليط وماء ومجاري للدوله، فاما الدوله توفر لهم خدمات، واما يرجعون فلوس الناس هم يشوفون شركات بفلوسهم. ونور الامل، تعالوا شوفوا شوارع سامراء، 3 سنوات ولا كمل اي شارع في مدينه سامراء بسبب مشروع المجاري اللي لم ينجز لحد الان. تخيلوا مشروع مجاري 3 سنوات وما خلصان. محمود العبيدي، زين المسؤولين من يسافرون إلى الدول الأوروبية والعربية مدى يشوفون ما يغارون ويعمرون بلدهم؟ شنو الدول أغنى من العراق؟ إحنا أغلى بلد بس سلمونا بيد الحرامية. والله هم كانوا عايشين بالدول الأوروبية أستاذ محمود، لكن المشكلة أنهم ما يحسون. هم كانوا متنعمين بالخدمات وكل شيء، وجوي للبلد المفروض من واحد قلبه على البلد ويريد يساعده مثل ما جوي على ظهر الدبابة الأمريكية، وطلعوا لنا بالشعارات الرنانة. هم يحجون راح نسوي وراح نسوي وراح نسوي، ومثلا حيدر العبادي لما كان وزير اتصالات قال راح أسوي النقل العمودي، ما أعرف شلون. المفروض يحسون، بس الواقع عكس هذا الشيء. يمر اليوم العالمي لحرية الصحافة على الصحفيين العراقيين وإخواني اللي يشتغلون بهاي المهنة، وهم يواجهون مصاعب كبيرة تتمثل قمع متواصل من قبل السلطة وأحزابها، مخاطر الاعتقال، الخطف، الاغتيال من أطراف هواية ما تريد للصحافة الحرة أن تؤدي دورها بالعراق. ولهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية ركز على هذا الموضوع وسلط الضوء على المصاعب والمخاطر اللي تواجه الصحفي العراقي باليوم العالمي لحرية الصحافة. خلونا نشوف.
هذا الحال اللي يتعرضوا له الصحفيين العراقيين. بذكر النقابة، أكو هواية من الصحفيين، آلاف من الصحفيين اللي عليهم الاعتماد، أكو هواية من الصحفيين اليوم محرومين من هوية نقابة الصحفيين وما معترفة بهم الدولة. أنا واحد منهم. ليش؟ روحوا سألوا النقيب، لأنه الصحافة المفروض ما تنكتم، واللي يشتغل بالعمل الصحفي واللي سموها سلطة رابعة، ما أعرف شلون سلطة رابعة وبالعراق يعتدى عليها، ما أعرف اسمها سلطة رابعة وإلها حقية تدخل إلى أي مكان وتتكلم بأي موضوع وتحكي بأي قضية وبالعراق يعتدى عليها ويعتدى على من يعمل بالصحافة وتعتدى على الأدوات اللي يستخدمها الصحفي ويتم الاعتداء على القنوات الصحفية، القنوات الفضائية والمراكز الصحفية أو جرائد أو راديوات أو مكاتب أخبار. هاي كلها تصير بالعراق. عندنا فيديو وصل إلى قناة الرافدين على نافذة أنت ترى، يقول هذا الفيديو اللي حكينا به ويا الخريجين عشر الأوائل، وهذا الفيديو راح يكون هاشتاج وراها علي، يقول نحن لفيف من طلاب الخريجين العشر الأوائل على أقسامنا في الجامعات العراقية، نطالب بحقنا المشروع، نطالب أن يتم شمولنا بالتعيين، نطالب أن يساوونا ويا الثلاثة الأوائل اللي الحكومة حاليا وراء تعديل القانون أخذوهم للتعيين. خلونا نشوف سوية النواب العراق المحترمين جميعا، نحن أبناءكم الخريجين العشرة الأوائل على أقسام أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10، نناشدكم جميعا باسم الإنسانية وباسم العطف الأبوي بأن تنصفونا من خلال إعادة النظر فيما وقع علينا من ظلم وإجحاف بسبب قانون 67 لسنة 2017. ولا يخفى على حضراتكم جميعا أن الفرق بين كل خريج آخر من العشر الأوائل هو فرق ضئيل جدا في الأعشار، وأن العشر الأوائل جميعا فئات متفوقة ولا يجوز فصلهم بعضهم عن بعضهم لأي سبب كان. ونود أن نعلمكم بعد أن أصبحت لدينا موازنة لمدة 3 أعوام متتالية، يجب أن يتم تعديل قانون تشغيل الأوائل ليكون شاملاً كافة العشر الأوائل، وأن لا يتم حرمان هذه الفئة المتفوقة من حقها في التعيين لكي تنفع بها مؤسسات طلال الحبيب. بعد هذه الكلمة كانت هنالك وقفة للخريجين، ولهذا السبب وجدوا هاشتاغ أو وسم تصدر ترند العراق اللي هو مظاهرات أول عشرة، واختارينا لكم بعض التغريدات على هذا الوسم. سدرة المنتهى كاتب نحن خريجين عشرة من الجامعات والمعاهد الحكومية من تسلسل 4 إلى 10، نطالب حكومتنا العزيزة إنصافنا بالتعيين أسوة بالثلاثة الأوائل ولكم فائق الشكر والاحترام. فاطمة نحن خريجين عشرة الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10، نطالب بإنصافنا من خلال تعديل قانون 67 لسنة 2017 وشمولنا بالتعيين في موازنة 2023 أسوة بزملائنا الثلاثة الأوائل، نحن شريحة مظلومة وقد تم إقصاؤنا من حقنا في التعيين ونطالب بالإنصاف. سدرة المنتهى راجع مرتلخ قايل الأحد القادم مظاهراتنا، لن نتراجع عن حقنا بتغيير قانون رقم 67 لسنة 2017 وشمولنا بالتعيين. وسجى أنصف العشرة الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسل من 4 إلى 10 للدراستين الصباحية والمسائية كلا على انفراد دون دمجهما. فكانت هاي بعض التغريدات على هاي القضية، هي قضية العشرة الأوائل. وصلتني رسائل واتساب، أستاذ أفل تحية لك وللجميع كادر القناة. أستاذ أفل أنت تعلم والشعب العراقي يعلم تغريدة قيس خزعلي عندما قال فيها عبر الإعلام بأن الله سبحانه وتعالى خلق الذيل لسد العورة، هذا دليل قاطع على اعترافه بأنه ومن حوله هم ذيول تابعين لإيران لسد عورتها. وصف العراقيين الوطنيين الشرفاء بأنهم عورة لأنهم يناضلون من أجل تحرير العراق من السطوة الإيرانية ملال إيران. أقول إلى قيس خزعلي من حوله سيأتي اليوم ينال العراقيين الوطنيين الشرفاء منك ومن حولك ذيول إيران وسوف تنالون جزاءكم العادل. أبو مالك من أمريكا، السلام عليكم، يرجى توصيل مناشدة وفضح كذب الدولة الرواتب لهالشهر للمتقاعدين وموظفين قالوا ما نستقطع منها لأصحاب القروض وسلف وطلع كل كذب واستقطعوا، يرجى توصيل كلامي وصل. و السلام عليكم أستاذ أفل الغالي، الدولة العربية أو الدول العربية والأجنبية تسوي مخيمات للاجئين في بلدهم،
أما جمهورية مصر العربية لا تسوي مخيمات ويعيشون بين أبناء الشعب. الله يحفظ مصر وشعبها من كل سوء. أخوكم أحمد من مصر المحلة الكبرى. حياك الله أخ أحمد. السلام عليكم. جورج قرداحي خليل بس عمامة حسن نصر الله ويفتي كذب الذنب مو ذنبك، الذنب اللي حطك برافعة بضايع تصدير الحشيشة لتربح في برنامج الأرجنتين بتمويل عراقي، من سيربح المليارات؟ كانت هاي الرسائل التي وصلت. وقبل أن أختم أود أن أوجه رسالة أخيرة إلى الإعلام الكبير جورج قرداحي. لك منا كل الاحترام، لكن أرجوك لا تحكي شيء أنت ما تعرفه عن العراق وعن حكومة العراق. وإن ردت تحكي شيء فأطلع معايش أسبوع البغداد، شوف العراق شلون عايش، شلون مقضيها تعب بتعب بقهر، وراها أعرف إيش تحكي. لأنك تحكي بدون علم ويصير بيك اللي صار هسه من العراقيين من ردة فعل غاضبة واقفة. وما أتوقع بعد الأزمة الاقتصادية اللي صايرة بلبنان تقبلها من عندي أطلع على شاشات التلفاز وأقدم الشكر إلى أي شخص في لبنان وأقول له أشكرك على مجهودك الرائع للي دي يصير بلبنان لأنه أنتوا عايشين بسلام، فما راح تقبلها مني. هاي كلمتي الأخيرة. بالختام نشكركم لحسن المتابعة، نتمنى أن تكون الحلقة عجبتكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله باكر بنفس التوقيت. في أمان الله.